السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية وفي خير حال. النهارده انا جايبه حضراتكم جولة هنا في العمرية. نشوف بص حاجات المدارس اهي. هنشوف ايه الدنيا هنا ازاي ونشوف السوق ده ان شاء الله والمكان هنا توصلوا له ازاي والعنوان بالظبط. هنشوف حضراتكم سوق كبير اهو. احنا هنا في العمرية يا جماعة. طيب يلا السلام عليكم. ممكن تقولي عنوانكم هنا فين بالظبط ووصلوا ازاي؟ زي ما انت شايفة يلا. بلغ على طول. لا لو اي حد هيجي لك هنا من شارع الجمهوريه. العمريه شارع الجمهوريه. تمام. هنا يا جماعه العمريه شارع الجمهوريه. بصوا زي ما حضراتكم شايفين هو في كل حاجه وكمان حاجات المدارس اهي. اسعار الاسعار عندكم ايه يا شباب؟ اسعار جمله. اسعار جمله؟ اسعار جمله هنا كله. طب تمام. حتى لو حته واحده بتاخدها جمله. كام بقى يعني الاسعار؟ ايه لبس المدارس؟ انا شايفه لبس المدارس اهو والحاجات دي. وفي خامه نضيفه وخامه عاديه وخامه نص لوكس معاك كل الانواع وكل الخامات. موظف المدرسه كمان. طيب وسعر اقل من المدرسه. طب ما تديني مثلا اسعار كده بالتقريب مثلا؟ ماشي ماشي تمام. بصوا يا جماعه هنا اهو الاستاذ اهو. هات لي قلم طير. زي ما حضراتكم شايفين اهوت في العمريه وزي ما قال حضراتكم العنوان. هات لي قلم يا استاذ. هات لي قلم ست القلم. بصوا ما شاء الله كل لبس المدارس. هات معاك قلم زياده يا رجاله. خد معاك. خلاص خلاص خلاص. شايفين؟ طب ممكن حضرتك تقول لي بس الاسعار من كام لكام كده؟ طيب ممكن تقولي الاسعار من كام لكام؟ لبس المدارس زي ما حضراتكم شايفين. صح؟ انت جايبه ب 360 كده ليكي كام؟ بصوا يا جماعه اهو زي ما حضراتكم شايفين المكان ما شاء الله في كل حاجه هنا في العمريه. 260 العمريه 260 يبقى 320. بصوا ما شاء الله يعني زحمه المكان عشان هو سعره معقول فهو زحمه. الاسعار هنا عندكم من كام لكام؟ في تيشيرتات ب 75 في 85 في 85. وازاي المدارس؟ لبس المدارس؟ المدارس في 120 في 160 في 180 في 180. طب تمام الله يوسع عليكم. انت عايز انت كنت شكرا. عندي تيشيرتات ب 85 وعندي تيشيرتات ب 90 وعندي تيشيرتات ب 100. طب تمام شكرا شكرا قوي. شكرا. في 120 في بنص ب 90 وفي بنص ب 85. اي حاجه عايزها. طب شكرا الله يكرمك. 5 جنيه وفي 3 ب 10 وفي عند الواحد ب 10. طب تمام. انت عايزها الحزام ب 30 وعندي ب 50 وعندي الجلد ب 120. شكرا شكرا قوي. ربنا يقويكم يا رب. بص يا جماعه عشان المكان ما شاء الله زحمه اهو. بصوا هنا اهوت اهو
عايزين هنخش بقى ونشوف ده كمان فيه بطاطين وكمان شنط المدارس اهي هنشوفها. وهنا بصوا حضراتكم اهو البطاطين دي تبعكم ولا؟ طب كام البطانيه دي؟ عامله دي ده فرش النفارس عامله 250، وفي بطانيه 8 كيلو كده هو 8 عامله 1250، وفي 10 كيلو عامله 1300، وفي 6 كيلو عامله 850. يا جماعه بصوا هنا اهوت، احنا هنا ممكن بصوا زي ما حضراتكم شايفين، وكمان اللي هي ما احسبش انها من هنا، هي الملابس بتاعت البيت. وعندكم ايه تاني الحاجات دي؟ عبايات وقمصان، وعبايات وقمصان وتيشيرتات. تمام بصوا يا جماعه، بتبيع طب جمله وقطعي ولا؟ تمام بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه ما شاء الله. طب اديني عنوانكم بالتفصيل لو عندك كيف ولا حاجه او كارت ولا حاجه. ماشي تمام. وفي كمان يا جماعه في الدور الثاني اهوت في مفروشات. تمام بصوا، وفي اللي هي ملابس عليها حريمي. بصوا زي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله. اديني عنوانكم طيب بالظبط. تبع قناه انت دنيا فاطمه. تمام يا مؤاخذة بس دنيا فاطمه الله يخليك ان شاء الله تنور. تمام طب ممكن تقولي الاسعار؟ ايوه قولي بس الاسعار الحاجات. ماشي مع المواطن المصري. طيب ان شاء الله ربنا يوسع عليكم. انا شايفه اهي الحاجات اللي هي جيب كام كام؟ دي حضرتك اللي هو عامله 130. 130 ماشي. طب ممكن بقى حضرتك تقول لي ان شاء الله عنوانكم هنا بقى بالتفصيل فين؟ اسكندريه العمريه شارع الجمهوريه. مصنع ضد السلاح الاسلحه. طب مصنع اللي هو الاسلحه؟ ايوه. تمام بصوا يا جماعه في كل حاجه، والاسعار هنا هو زي ما بيقولوا ممكن بيبيعوا جمله وقطعي. عندنا برضه هنا البراءه برضه عندنا 90 عندنا 90 جنيه حاجه زي دي برضه. طب الجملة عندكم بتبدأ من كام حتة؟ يعني مثلا ممكن ثلاثة أخدهم بسعر جملة ولا ستة؟ جملة من أول قطعة. من أول قطعة طب عايزة تطلعي تصوري الدور الثاني برضه مفروشات. ما شاء الله. طب أنا ممكن فين اللي فين؟ طب ماشي ثواني. ماشي بص يا جماعة وأجي كمان في الدور الثاني أهو. بسم الله. بسم الله. بصوا زي ما حضراتكم شايفين أهو. بصوا. ما شاء الله. برضه دفايات وبرمون كل حاجه مفروشات. دفايات في حاجه زي دي كده برضه. بصوا بكام؟ بسم الله ما شاء الله. بكام؟ انا عايزه بس عشان الناس تقارن ما بين هنا وما بين اي 600 جنيه. 600 جنيه اقنيات لطيفه خالص. وفي حاجه زي كده برضه عامله 350 برضه، ده فوطه واحده برضه. تمام 350. وفي حاجه زي كده عامله 200. تمام 200 وريني شكلها. مارس على حلو دي. بصوا يا جماعه ب 200 اللي هي الاربعه دي بصوا اشكالها حلوه ازاي. حاجه بسم الله تبارك الله. في حاجه فوق خاص برضه. تمام كام؟ عامله 300. تمام. بس دي حاجه عاليه يعني حاجه نظيفه. تمام. تمام. وفي حاجه زي دي كده عامله 185 ثلاثه مع بعض. بصوا يا جماعه 185 ثلاثه مع بعض. ايوه. لو عايزه تهاجي، لو عايزه تشوري، بص يا جماعه هنا هو في العمريه 230. تمام. في حاجه بسم الله ما شاء الله يعني حاجه خياليه. طب وعايزه وريني قول لي اسعار اللي هي بقى مفارش السرير بقى. ده كده هو ده الحاف. فهماني؟ عامل 2350. 2350 واللي هو كلهم ده تقريبا نفس السعر ولا؟ في حاجه وحاجه، وفي حاجه زي دي كده عامله 1200. ده اطفال. ده اطفال واحد ولا اثنين؟ لا اثنين، ده اثنين في واحد. ده اثنين في واحد. ده اثنين عشان اطفال سرير اللي هي 1200 غرف اطفال. وبنات طبعا اهو شايفين اللي هو الروز تحت اهو، وفي اللي فوق اللي في حاجه زي كده كوبرتا العادي ديت. حاجه كوبرتا عاديه عادي. بكام؟ عامله 200. 200؟ مش السرير اللي هي العادي دي؟ تمام ايوه. بصوا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله يا جماعه. بصوا زي ما بقول لحضراتكم المكان هنا يعتبر اكتشاف في العمريه هنا. بكام ده؟ اللي هو ايوه الاورنج ده. ده 450. 450 على فكره يا جماعه الاسعار. ده اطفال؟ ده اطفال اثنين. بكام ده الاطفال؟ ده عامل 520. 520
وهنا جي ده اللي هو الكافيه ده البني ده ايه؟ لحاف كبير. لحاف كبير بكام؟ لحاف كبير عامل 2000 قطيفه. ده بص يا جماعه قطيفه ومضلع كده منه فيه في عندك البطاطين بقى شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. الشتاء كمان اهو هل الصيف خلاص الشتاء جاي. شوف بكام بقى البطانيه من دول كام كيلو؟ البطانيه الاطفال دي فهماني دولت بكام؟ 1100 1100 الاثنين دول يا جماعه ب 1100 تمام. وفي ال 10 كيلو عند 1350 البطانيه ال 10 كيلو 1350 والبطانيه التسعه عند 1200 التسعه 1200 ايوه. وفي 8 كيلو عامله 1100 ال 8 كيلو عامله 1100 واللحفة عندكم هنا بتتراوح سعرها بقى من كام لكام؟ يبدا من 850 لو عايزه. من 850 لكام؟ لغايه 2400 لحد 2400 ادي اشكال اللحفة اهي يا جماعه. بصوا ما شاء الله حسب أيوة الجودة. ايوه طبعا بس يعني برضو اللي هو الثاني يعني برضو معقول. ايوه الثاني كويس عادي على حسب الناس اللي على الله برضو. دي عامله 325 اهي اهي حاجه كلها من الساعه يعني تمام. في كنت اقول لك على ايه تاني؟ الدفايات بقى اللي هي بتاعه السرير تمام. دفايات السرير عامله حضرتك في حاجه عامله 300 وفي حاجه عامله 250 تمام 300 و250 ايوه. وفي حاجه زي دي كده حضرتك برضه حاجه جميله خالص عامله 305 دي 305 بصوا 305 جميع الوانها موجوده برضه بصوا ما شاء الله ما شاء الله حاجات جميله جدا ما شاء الله ما شاء الله. هنا يا جماعه هنا في العمريه ما شاء الله تمام تمام شكرا. مش عارفه اشكر حضرتك ازاي. اهو يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين تعالوا اهوت ان شاء الله اي عروسه بتجهز اي حد عايز يجدد ان شاء الله اي حد عايز يجيب ان شاء الله هنا اهوت المكان اكتشاف. اتمنى ان الجوله ان شاء الله تكون عجبت حضراتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.